تمام نبدأ. استنى ما يحصل دلوقتي بدأ يحصل السيتنج بتاعي. أما هبدأ أتأكد هنا احنا سجلنا الفايل
ثلاثة ايه؟ يبقى عندي جايد اقدر اعمل على طريقي ثلاثة. Thank you.
الهيد دي شغال از بار للنيبرنج تيث. Thank you.
نبدأ إن إحنا نكمل البروسيس بتاعتنا. هنجيب قلم رصاص مبري ولو مش مبري البيت، ونبدا ان احنا ايه نبدا نعلم المسافات اللي بين الايتمز. انا مش شايف القلم الرصاص هنا مش مبري فهنبري. كده الامس هتيجي الدف بتاعت الجروب، فانا المفروض هبدا اعمل ريدكشن للايلاندز بتوين الجروبز على نفس الثلاثه بلينز الميدل والسايز والسر. مجرد ما انا مسكتها يديها ابدا انا اغير اتجاهي وعاد اجيب تاني ابدا اجيب الجزء كده. طبعا انا بالظبط ابدا اروح على التاني عشان لو السنتر سكالر لو انا عايز اغير اللون ما يبقاش السنه فيها لونين اللي هي الاو سبستريت والمينرال اللي انا هعمله. فبنيجي نخش هنا في حته زي دي تلاقي في جوينت مكتوب لك بالمنظر ده. يعني انت هنا بتفضل ان انت زي ما انت تبدا تخلي دي ايه لتحت تيجي من فوق لتحت ازاي؟ مثلا انا خلاص الكونتاكت بتاعتي سليمه فانا مش هفتح أو اللي هو الريت أو الريت كودنج وأبدأ أفنش
نبدا بالديسك ناكد حته البات جوينت. طبعا ده مش نفس المستوى اهو، فهنبدا ان احنا نديها السيميليات وبعد كده نبدا في خطوات خلاص. طيب يلا بينا كل حاجه اللي لازمها. Gracias.
كده هنحط مين مكانه؟ مين؟ بيكس. شوف كده الدكتور عامل ازاي مظبوط اهو. تمام يا جماعه؟ لايت. فوق شويه ده. نفتكر مع بعض كده الطريقه البيضاء بتاعتنا. بنمشي بشكل سيستماتيك. عندك اول حاجه اسمها ها؟ عندنا ثلاث حاجات اسمها مظبوط. ثاني حاجه الدوتين كوم. بعد كده اول حاجه في الفاونديشن بتاعتنا هي مين؟ عندنا الشوط بتاعها ان احنا لو عايزين نبين التكست المفروض هتبان في الانسايزر فلازم التكست بتاعها قد ايه؟ 2 عارف الشل نص 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 كده. هنبدا الاول مع عايزين نعرف احنا هنحط المفروض قد ايه. فاحنا هنبدا نعلم في الاندكس بتاعها علامه كده. العلامه دي هتبدا تسد لنا هنا مكان
بعد ما نعمل تيون نبدأ بالراحة بالراحة خالص. يعني ايه سبسيرفس افكت؟ يعني ده الشكل النهائي اللي انا عايز اكون عليه وتنزل عليه تشوف بسبب درجه الترانسلوسنسي بتاعتي. انا هبدا دلوقتي اعمل فاين كيو.
وبعد الشيلد من النص وبعد النص عشان تعرف تعمل الاكس دي لا مش في جهه السايد في النص جهه السايد ما هو انت بتخليه بينت مع جسم السنه لو السنه ديسكارد يبقى انت لازم تغطي بيه كل اللي جسم لكن هنا انت شايف اللون بدا يبقى ايه بلند مع بعض في كلر انكريشن اللون واقف مع بعض خلاص ركزوا معايا الكلام الجاي ايه الهيلو افكت باينه الكوباليسنس باينه زي ما انتم شايفين ممكن لو انا عايز اتبرز الممبر شويه كنت قلت لكم على حاجات بتسميها الكاونتر باليسنس ان شكل الممبر وراه سواد وزرق اللي هو لون الكوباليسنس يعني انعكاس الكوباليسنس فلو انت عايز تبرزها شويه اما تعمل التين ممبرز بلون افتح شويه بسبب الدي ساتوريشن افكت اللي اتفقنا عليه ان انت وانت ماشي من السرفايكال اريا اب تو انسايزر بيبدا يحصل دي ساتوريشن يعني الساتوريشن او تشبع التنتين بيقل لان التكنس انسايزر بيبدا يقل سنتين لكن الطبقه اللي بنعمل بتبدا تزيد فبيبدا المال بتاع الشغل طب ان انت ممكن تجيب الصفقه البيضاء دي وتبدا ان انت تبرز شكل او لون الميمبرين شويه. نقطة كده على ظهر الجلوس. لكن ما ينفعش تتساب كده طبعا فانت لازم انت تبدا ان انت ايه؟ تبرزها. نسيب الهيلو افكت على الوضع ده ممكن نبوظه اكتر بالنتين او بالصبغه تمام؟ واتفقنا الطريقه اللي بنستخدمها لو هنعمله بالنتين تسمى بروح اجيب حته النتين واعملها زي ما Yeah, I mean,